إلا بعد 3 أيام. الواقعة التانية هو إحنا علمنا الناس كمان وعلمنا الأطفال والنشأ يعني إيه قيمة الشهيد. لما تشوفوا الخلاف اللي هتشوفوه رفض من الأهالي لتسمية المدرسة مدرسة اسمها التعاون، وإحنا يعني الحمد لله بنتعاون قوي يعني، يعني مدرسة اسمها التعاون، فيقولوا لا إحنا مش عايزين نغير اسم المدرسة إلى اسم الشهيد أحمد عفت. طب الشهيد ده يا جماعة كان يدافع عني وعنك وعن الوطن، ولما بسمي المدارس بأسماء الشهداء فهنا حتى أنا بحسس العائلات أن الوطن لا يمكن أبدا أن ينسى شهدائه، وأن أكثر ما يسعد أي أسرة أنها تشوف اسم الشهيد يحتل مدرسة، والناس وهي ماشية كده تقول أنا من مدرسة الشهيد فلان، فنقوم حتى يعني أنا مش واخد الاسم مثلا في اسم للمدرسة اسم عيلة تانية ولا حاجة، لا اسمها التعاون يعني. فهتلاقوا الأطفال العائلات يقولوا لا إحنا عايزين التعاون. طيب تعرفوا إيه عن الشهيد أو عن كلمة شهيد؟ هتشوفوا إجابات صادمة بتؤكد كمان إن إحنا ما علمناش الناس يعني إيه الشهداء ويعني إيه كلمة شهيد. بعد قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بوضع اسم الشهيد السياحة والآثار العقيد أحمد عفت على مدرسة التعاون الإعدادية بدمنهور تخليدا لاسم الشهيد وتكريما له، قوبل القرار بالرفض من إدارة المدرسة وطلابها. في قرار صدر من رئيس مجلس الوزراء بتغيير اسم المدرسة، طب ليه وبسبب ايه من غير سبب؟ هذا القرار لابد أن يتوفر فيه أركان معينة للقرار الإداري الصحيح، إذا ما تخلف ركن من الأركان وعلى الأخص ركن السبب في القرار بتغيير الاسم، يبقى هو هيكون واجب الإلغاء أمام قضاء مجلس الدولة. أنا مدرسة في مدرسة التعاون وولية أمر بنتي في سنة تالتة بتقول لي أنا زي ما دخلت التعاون الجديدة عايزة أخد تالتة إعدادي منها وشهادتي منها التعاون الجديدة، ممكن النصب تذكاري يتحط هنا الاسم الشهيد، لكن المدرسة لها تاريخ طويل، ليه يتغير؟ ما في 100 واحد شهيد، اشمعنا بقى الشهيد ده بالذات ان احنا عايزين نسميه طب ايه انجازاته؟ عمل ايه؟ احنا اعترضنا ان ديت مدرسة تاريخية وفي المديرية واخدين مراكز على مستوى الوزارة في كذا حاجة، واخدين الجائزة الدولية من المعهد البريطاني مسجل باسم مدرسة التعاون، رقم 11 على مستوى العالم، نيجي في ثانية نغير كل ده؟ وطبعا الجائزه الدوليه دي خلاص مش هينفع اسمنا يتغير، يعني الاسم ان احنا نبعت ان احنا بقينا احمد عفت مش هينفع. في حل كويس، في المدرسه محتاجه مبنى، محتاجه فصول، المدرسه فيها تكدس، نعمله مبنى كبير باسم الشهيد واسره الشهيد تصرف عليه، يبقى مشاركه مجتمعيه ويبقى افضل ما نزعلش حد، مبنى الشهيد احمد عفت. المثير للدهشه هو سؤال الطالبات ما هو معنى كلمه شهيد؟ تعرفي ايه عن شهداء الشرطه والجيش؟ يعني انت ايه المشكله بالنسبه لك انت لو اتغيرت لاسم الشهيد احمد عفت او اي شهيد جيش او شرطه؟ يعني مش عارفه، ما ينفعش ان هي تتغير عشان يعني عشان مجموعه من الناس عايزين يغيروها يخلوها اسم مدرسه الشهيد، وهي بالاغلبيه نشوف الناس اكتر مين اللي عايزين اكتر تعاون ولا اكتر عايزين الشهداء. صعب ان الانسان يحاول يغير اسم مدرسه التعاون لان هي بتدل عن التعاون وتكون، هي فعلا اسم التعاون ده اسم على مسمى، مش نيجو احنا فعلا نحترم الشهداء وكل حاجه بس اسم التعاون احنا من اسم الشهداء. اثناء التسجيل تدخل احد المره منفعلا ليعلم الطالبات معنى كلمة شهيد. من حق ان انا نقول كلمة، الطالب ده طالب علم، المدرسة هو داخل فيها ان هو يتعلم بس، هو الشهيد ده بيدافع عن مين؟ عني وعن الطالب وعن الام وعن الاب وعن الشعب، مش خسارة فيه ان انا نعلق اسمه على مدرسة، يا اخوانا دي دولة. الشهداء ناس ضحوا وبذلوا كل بالغالي والنفيس، ولابد ان يكون فيه على الاقل مردود معنوي لاهالي هذه الشهداء بذكر اسمائهم على بعض المدارس او الميادين، ده مش هيعمل حاجه خالص لان احنا هنكتب الشهيد احمد عفت وبين قوسين كده التعاون سابقا. يعني ما زال هيبقى اسم وجود التعاون موجود برضك. ذهبنا لاسره الشهيد فوجدنا حاله من الدهشه والاستياء صاحبها دموع ابنه الشهيد. هو قضى حياته كلها لشغله وبس. احنا ما كناش بنشوفه كتير وما كانش بيقضي معانا ايام كتير، وحتى العيد كنا
كان في ايام ما كانش بيقعد معانا فيها في العيد. ضحى بحياته عشان وطن. بتتكلموا كده ازاي؟ انا مش فاهم. انا ما عنديش اي اعتراض على اي حاجه والناس شايفاه تعمله، انا مش معترضه. انا بس كل فكرتي ان الشهيد كان المفروض يتكرم، سواء اي شهيد بقى هتتسمى المدرسه باسمه انا ما عنديش اي مشكله. انا شايفه ان وجود اسم شهيد على المدرسه دي حاجه تربويا لوحدها. لو ما لقيناش مدرسه نحطه على الحيطه. هو طالع من بيته مش عشان يموت، هو طالع من بيته علشان احنا نعيش. يعني شوفوا ازاي ما علمناش الناس قيمة الشهداء، ومؤسف جدا ومؤلم انك تسمع واحدة بتقول، يعني احدى السيدات بتقول ايه انجازاته. لا، انجازات الشهيد هو انك نايمة في بيتك، انجازات الشهيد ان الاسرة نايمة في بيتها امنة، انجازات الشهيد ان الوطن يحافظ على قوته وعلى حدوده وعلى تماسكه، انجازات الشهيد انه جيشنا القوي بيحمي البلد. لكن للاسف الشديد لما تسمع هذا الكلام الصادم اللي عايز اسال فيه احد اولياء الامور الاستاذ سيد علام. استاذ سيد اهلا بيك. الو يا استاذ سيد. انا معاك يا فندم. اهلا بيك استاذ سيد. انتوا رافضين ليه انه اسم الشهيد يوضع على المدرسه؟ شفتك يا فندم، انا على دماغي هذا القرار، تمام؟ قرار الصادر بتغيير اسم المدرسة. هناك بعض الأمور اللي هي الجواز اللي وصلت لها المدرسة، تمام؟ اللي هي خدت أو مستوى علمي متميز على مستوى العالم، بقت معروفة عالميا مدرسة التعاون الجديدة الإعدادية بنات. عندما يتم تغيير الاسم مفاجأة بهذه الكيفية سيسقط عنها كافة الجوائز دي، واللي هي معروفة بيه على مستوى مش الجمهورية ده عالميا، لأن الجائزة دي أساسا واخدها من إنجلترا. أخدت بالك؟ ده سبب الاعتراض. ليه؟ هناك أولياء الأمور ومجلس الأمناء معترض على هذا الأمر برضه، مش أنا لوحدي، يعني أستاذ الدكتور جمال عمران. لا يعني إيه الاعتراض؟ معترضين ليه؟ المعترضين يا فندم بعد إذن حضرتك، النهارده اسم المدرسة نفسه من 35 سنة، تمام؟ سبب تسمية المدرسة، هناك مدارس أخرى متعددة ممكن تعمل مبنى خاص بالمدرسة، لما تغيير الاسم بهذه الكيفية ده كان مفاجئ لجميع يا فندم، مش ليا أنا لوحدي، لجميع أولياء الأمور. إيه اللي هو بيغير الاسم؟ إيه اللي هيضيرك؟ أنت يجب أنك تفخر بأن المدرسة هيبقى اسمها على اسم شهيد بدلا من التعاون. يا سيدي الفاضل، يا سيدي الفاضل، أنا مش معترض على تسميته بهذا الاسم، ولكن في أسباب خاصة بتغيير الاسم من هيفقد المدرسة المميزات اللي خدتها والجوائز اللي خدتها، أكتر من كده مفيش. لا ولا هتفقد ولا حاجة، المدرسة وتحت التعاون سابقا، إيه اللي هيفقدها؟ لا يا فندم ما قالوش الكلام ده، ما قالش الكلام ده. يعني إيه ما قالوش؟ هو الاسم مقدس يا فندم. بعد إذن حضرتك، الشهيد أحمد عفت أو العقيد أحمد عفت رحمة الله عليه، أنا بعرفه معرفة شخصية وعزيز على قلبي وعزيز على علينا كلنا، تمام؟ انا بالعكس ما بعترضش على هذا السبب. اخدت بال سيادتك؟ يعني انت المدرسه يبقى اسمها كده في المطلق التعاون، يعني ويا ريتنا بنتعاون يعني يا فندم. فانت تفضل التعاون على اسم شهيد؟ يا فندم انا ما بقولش بقى افضل، يعني انت عارف هل الشهيد ده كان بيدافع عن نفسه وعن عائلته ولا كان بيدافع عنك وعنا جميعا؟ اخونا المرحوم الشهيد العقيد شرطه احمد عفت، بقول لحضرتك انا علاقتي بيك علاقه شخصيه مش علاقه عاديه، اخدت بال سيادتك؟ وفي نفس الوقت ده احنا بنشرف بيه، احنا بنشرف بيه. وقول ده انا ده في سيده بتقول ايه انجازاته؟ تخيل، انا محتاج اقول انجازات الشهيد. انا بقول لسيادتك على حاجه، انا عارف الله يرحمه رحمه الله عليه عقيد احمد عفت كويس قوي قوي قوي، اخدت بال سيادتك؟ ده من ضباط اللي هم كان لهم تاريخ في سواء في اداره البحث الجنائي وفي مباحث السياحه حال وفاته، تمام؟ انا اعرفه معرفه شخصيه، الله يرحمه ويسامحه. اخدت بس سيادتك؟
فأنا مش اعتراضي من هذا المنطلق، أنا اعتراضي من حاجة واحدة بس، أن قيل بأن هذه الجوائز التي حصلت عليها المدرسة سيتم إهدارها بالكامل، هذا ما قرر، مش أنا اللي بقوله يا فندم. معايا سيادتك؟ والله أنا مؤسف جدا أنك تقول هذا الكلام، لا في حاجة، لا الاسم مقدس ولا في حاجة هتضيع، ولا في حاجة هتضيع يا أستاذ الفاضل ولا في حاجة هتضيع قيمة أنت عارف اللي يضيع قيمة المدرسة؟ إن أنا أسمع هذا الكلام اللي فيه استخفاف بدماء الشهداء. يعني لا يوجد أسوأ من الاستخفاف بدماء الشهداء. هو ده استخفاف يا أستاذ وائل؟ نعم. ده استخفاف؟ هو ده استخفاف يا فندم؟ آه طبعًا طبعًا. لا يا فندم، لا يا فندم. ما بستخفش بدماء الشهداء. أنا ما بستخفش بده. لا لا إله إلا الله. أنت تفخر بإن المدرسة هتسمى على اسم شهيد. تبقى سعيد بكده. يا أستاذ وائل، أنا أفخر بتسمية الشهيد. بتسمية المدرسة باسم الشهيد أحمد عفت، وأفخر بتسمية أي مدرسة باسم المرحوم الشهيد الرائد أو النقيب محمد أمين الحبشي بالشهيد أي حد من الشهداء اللي هم توفوا لصالح البلد. أنا بالعكس، أنا ما بعترضش على الكلام ده، بالعكس أنا أفرح، أنا أفرح لأن كان بيأكد. طيب لو أنت تفرح هيبقى أولياء الأمور كده يقولوا يا جماعة عرفانا بجميل الشهداء، احنا يسعدنا ان كل مدارس مصر تسمى باسماء الشهداء، وخاصة الاسم يعني عندك التعاون اسم في المطلق، يعني لو هو كان مدرسة سميت على اسم عالم او احد الرموز هنقول يعني المسألة يا جماعة طب ما هو ده رمز ايضا يعني، انما الاسم يمكن الاستغناء عنه. يعني لو عايز تعبر عن التعاون وعن الحب وعن الاخلاص كل ده في اسم الشهيد، ما انتش محتاج اكثر من ذلك. يعني جبتك على حاجه، انا لا اعترض على تسميه، انما القائمين على الامور في التربيه والتعليم قرروا بان هناك جوائز منحت لتلك المدرسه سيتم. لا مين اللي قال لك القائمين؟ مين اللي قال لك كده بالحرف يا فندم؟ ويعني ايه جوائز؟ هي المدارس بتمنح لها جوائز يا فندم؟ هي حصلت على شهادات وقدرت، بيقولوا من المعهد البريطاني. يعني ايه بيقولوا؟ ما انا اول مره اعرف ان المدارس بتقيم بالجوائز التي حصلت عليها. المدارس بتقيم بانها تؤدي مهمتها التعليميه بكفاءه. الشهادات موجوده داخل المدرسه. وبعدين انت هتخلص المدرسه هتدخل على مدرسه تانية، من الابتدائي هتدخل على الاعدادي، ومن الاعدادي هتدخل على الثانوي. هو انت هتفضل عايش في المدرسه؟ يشرفني ان يطلق الاسم على المدرسه باسم الشهيد. طيب انا اسف جدا يا استاذ سيد، عايز اقول لكم انتم بتخونوا دماء الشهداء. كل ولي امر واقف كده وبيقول شفت الأطفال حتى مش عارفين يعني إيه شهيد، أنتوا بتخونوا دماء الشهداء وبتعلموا أطفالكوا أنه الشهيد ده لا قيمة له، الشهيد ده بيدفع حياته ثمنا علشان تبقى قاعد في بيتك آمن ومطمئن. أو ما أنا أقول لا المدرسة ما تتسماش باسمه، أصل جوائز إيه؟ هي المدارس بتقيم بجوائز؟ خلينا أسأل ابنة الشهيد مين؟ شقيقة الشهيد الأستاذة أمل عفت. يا أستاذة أمل أهلا بيكي. أستاذة أمل. أيوة يا فندم. أستاذة أمل أنا بيؤسفني طبعا إن في أولياء أمور يرفضون تسمية المدرسة باسم الشهيد أيا كان اسم الشهيد، يعني هل تألمتم من ده؟ والله يا فندم احنا قاعدين بنسمع دلوقتي حضرتك واحنا متاسفين جدا للي بنسمعه، حاجه بتؤلمنا نفسيا. يعني على قد ما كان في الحقيقه، وده شيء يذكر برضه، ان معظم القيادات التنفيذيه يعني زي المحافظ كان وسيله في وقت كنا محتاجين للمؤسسه فيه. ابص الاقي ان الناس بتواجه الموقف بالشكل ده، هل ده امر تربوي للبنات؟ هل ده موقف يقابل به الشهاده حتى في مطلقها؟ انا مستغربه في ده والله. شيء مؤسف والله، شيء وهل في مين اللي انصاع لهذا الامر؟ هل وزاره التربيه والتعليم موقفها ايه يا استاذ عادل؟ يا فندم انا اذكر ده، يعني معايا المحافظ دكتور محمد سلطان كان صاحب البدء، وهو اللي هدانا الهديه دي عقب الوفاه بايام، وبعدين يليها موافقه وكيل وزاره. الحقيقه مشكورا الناس دي كانت فاهمه وحاسه بينا،
انما الاهالي او يعني الاستاذ طبعا الفاضل الاستاذ سيد علام ده راجل المفروض ان هو على درايه وعلى وعي. انا بستغرب جدا اللي بسمعه منه برغم ان هو ده في مجلس امانه المدرسه وانا كنت شايفاه المفروض يكون على مستوى تربوي اعلى كمان. ده انا المفروض اخد دي حجه يعني او ماده تثقيفيه للولاد تربويه للولاد. انما اقول لهم ان الشهاده دي تزرى كده تعامل معامله كده ينفع يا فندم ان انا اشوف واسمع من سيد دي كده وبعدين الاقي وكيل وزاره الحقيقه مشكورا قدم كل التسهيلات وانا بقدم له فعلا شكر حقيقي ومعالي المحافظ ولكن نقابل بالمنظر ده في المدرسه نقابل كده بوقفه ولافتات ترفع ومشهد اقل ما يوصف انه مشهد غير تربوي. انا بعلم الشهداء كده بعلم الناس كده يعني انا بدي درس. لا هو موقف المحافظ كان ايه كمان الحقيقه المحافظ صاحب البدء بامانه يعني دي انا شهاده بذكرها يعني هو اللي هدانا الهديه دي هي الناس رفعت لافتات كمان اللافتات الولاد البنات المنظر اللي حضرتك شفته ده انا ما مش عارفه المنظر ده يعني او منظر مؤسف ما انا شايفه اهو لافتات اللي هي يعني تجيبوها لنا يا جماعه كده انما معقول يا جماعه يعني هنا الذي سفك دم الشهيد واللي تسبب خاصه يعني اي شهيد يعني اهو لا لتغيير اسم تخيل ليه بقت ال وتعليماه يعني انتصر التعليم وانتصرت البلد بالشكل ده يعني خلاص ولا يعني الحقيقه برضو ده لازم بقوله فعلا بملء الفم بمنتهى الصدق ان فعلا المعالي المحافظ اللي هو يعني واسانا بالامر ده وقدمه لنا هديه ومواساه احنا كنا في اشد وامس الاحتياج ليه صدق كلامه على كلامه وخدنا موافقه رئيس مجلس يعني الناس دي ناس مسؤوله وناس فاهمه وعلى درايه ووعي. ليه بقى اشوف المنظر ده؟ المنظر ده منظر انا مش قادره. طيب انا بشكرك بس ده يا جماعه فضيحه مخزيه. العائلات يجب انها تعلم اطفالها. اتمنى ان العائلات تذهب غدا الى المدرسه وتقول ان اسم الشهيد هو بقى ده اللي فيه قيم التعاون. المدرسه اسمها التعاون. طب هو ده في تعاون؟ يكلمنا عن جايزه؟ الجايزة الشهيد هو الجايزة اللي بنحصل عليها ان احنا نعلي من قيم الشهادة ومن روح الشهادة والاستشهاد. انما انا كده لما تبقى في عائلات تقعد تسمع ده فتصاب تقول يعني كمان نقدم ابنائنا شهداء للوطن وبعد كده نلاقي هذا الجحود ويكلمني اصل المدرسة واخدة جايزة والجايزة مين قال ان لما تسميها باسم شهيد هتسحب منها الجايزة؟ بين قوسين التعاون سابقا ده حصل في مدارس مختلفة في شوارع في مصر. لكن للأسف الشديد أنا بجيب لكم دي الواقعة دي ليه؟ لأنه هو ده اللي بيخون دماء الشهداء مش اللي هيتكلم عن أزمات ومشاكل اقتصادية واجتماعية. هو ده الأفكار دي والاتجاهات دي والتقصير ده والفشل ده وعدم الذهاب للناس وإقناعهم هو ده اللي يخون